الحكومة والمسؤولين والمدينة خرجتوا عليها وخربتوها وما كاين لا مجلس لا عطواني لا تفضل المجلسة سالينا وندير فيها التراب الاحمر علاش لان غادي يستافد ليها شي واحد اخر. هادشي شكون اللي صايبو؟ مع العلم ان هاد الناس كانوا هادشي شكون اللي صايبو؟ شيفورات ديال الطاكسيات ديال الطاكسي بوحدهم بوحدهم حتى شي واحد ما عندو شي حتى واحد ما عندو شي يد هنايا والدليل على ذلك سيرو شوفو ديال الجميلة كي دايرة سيرو شوفو الحي ديال الجميلة كي دايرة يعني نتوما بغيتو تقادو المنظر تقادو المنظر لأن الجماعة راه تيشوف تقلب الزبل تما كاين فين كاين أصدر ذاك قداش هنايا شنو قالوا لكم شنو هما طلبوا منكم؟ قال لك لا سيدي هنا ما يمكنش لأن هذا ملك عام وحنا هذا ملك العام حنا غادي نتاجرو فيه اش غنديرو في هذا الملك العام بالله عليكم شو عباد الله هاد اشنو اللي خلي هاد الناس يحيدوا هاد باغيين يحيدوا اشنو درنا شنو كاين نتوما اذا ضربتكم الغيره على هاد البلاصه ضربتنا الغيره على المدينه اللي هي مدينه الزهور اللي زهور طارو بقى الهيشم كيف نتوما نتوما بديتو كتقادو وكترمو بالله عليكم شوفوا هاد قلت هذا اشنو غيستافد لي بنادم مني درنا هاد الزينه هاد شوفوا عباد الله شكون اللي غيستافد بهذا القنت هذا اش نعم الله قلنا لهم يمشيو يطلوا تما تعالوا سيدي تعالوا شوفوا تعالوا تعالوا شوفوا هذا ماشي بلادي نمشيو مع الاخوان ديال الطاكسيات وغادي يورينا يعني الاماكن اللي كانت كلها ملوءه بالازبال وكذا والدخ مع رغم التدخلات ديالهم اللي يعني عملوا مجهود ديالهم وجعلوا الاماكن نظيفه وزرعوا شي شجر زوين وتعاونوا مع بعضياتهم هادو الناس ديال الطاكسيات شوف الناس ديال العاليه ها انت هنا كتشوف هنا الزباله هنا انتم كتصيبوا فين نتوما هما اللي كيقوموا بالمبادره ديال النظافه اجي اخويا اجي انتم كتشوفوا اجي اخويا كتشوفوا زيد اخويا زيد شوف انتم كتشوفوا هنا انتم كتشوفوا هنا النظافه اللي كي تكلفوا بها الناس ديال الطاكسيات شكرا شكرا كنشكرهم من هذا المنبر لانهم ولاد البلاد وكيعطيو واحد الالتفاته للراي العام كامل كيشوف الان. على ذلك رجعوا شوفوا الحياة ديال دير الجميله كيفاش شنو هي من فلوسنا. يعني هذه كلها مجهودات ديال التنسيق مع بعضياتكم، مجهودات ديال المواطنين. بالله عليك اجي تشوف الحياة. اجي تشوف اجي تشوف. خل خل داخل سير كتسقيو هادشي دابا كتحافظوا على هاد البيعه ديال هاد الحديقه هادي اللي بجنب الطاكسيات هاد الناس راه كانوا ساكنين فيها كيف كتشوفوا دابا كيوريونا واحد المكان اللي هو كان يعني كنقولوا مبيت ليلي لبعض الناس اللي كيكونوا من حارفين الله يعفو على الجميع اللي جات حيدتهم من هنا حنا راه معاونين معاهم وحيدوا لينا هاد المشاكل حنا كنا كنتعاونوا مع السلطه الحمد لله هذا هو اللي كاين هذه ديال المدينه يعني محاربه الفساد و حنا ما كنريبوش كنتعاونوا تنميه البيئه وتنميه البنيه التحتيه ديال هاد المدينه هذه وهاد الحديقه هذه اللي هي الان كنشوفوا الناس ديال الطاكسيات والمواطنين الجيران ديالهم هنا في ضربه مراكش حنا كنشوفوا هنا يعني الان صراحه يعني هاد المجهودات اللي كيقوموا بها هاد الناس هادو إذا نتوما قمتوا بالتزيين ديال هذا المكان كلشي هادشي حنا درنا حنا الطرف هذا هادشي كلشي بفلوسنا برزقنا من عندكم ماشي في الجماعة حتى الجمعة هادي راه مشينا جبناها من مصويرة هذيك الجمعة مصويرة والله إلا مصويرة زيتونة راهي دابا جاو عندكم الناس ديال الجماعة الناس ديال الجماعة قال لك لا تحيدوا تحيدوا هاد الجردة وتحيدوا الشنديش يعني تحيدوا هاد الإصلاح اللي درنا الإصلاح اللي درنا لأن ما عرفتش على الضرر اللي غيوصل وشنو السبب اللي خلاهم يقولوا لكم تحيدوا هادشي؟ عطاكم شي مبرر؟ ما عرفت والله ما عرفت قال لك ترخيص خويا في كوفيد ملي كانت هاد البلاصه ما رأت
ديال المتشردين، واحد دايرهم ضرة ناعس بها هنا وصحاب الكحول، ما جاش السلطة باش ديكاجي دوك الناس. اليوم ملي هاد الناس داروا هاد البادرة وداروا هاد العمل الطيب ونقوا هاد القنت هذا من المتشردين وصحاب الانكول، كيجيو السلطة كيريبوا كيخربوا. هاد العامل فينا هو ديال هاد المدينة؟ انت من ساكنة ولا شايفو؟ انا مسؤول ديال الطاكسي وعضو نقابي كنهضر معاك. عضو نقابي، اه صفة. اه ولكن هاد الناس اللي كيجيو كيخربوا كيجيو كيمثلوا هنا عوان السلطة، يجي القائد مباشرة عندو هاد القسمة، مشينا عندو عند الاجتماعات كيقول الكوفيدمون ما كاينش اجتماع نحقو، ولكن يجي باشرنا. هادشي ملي قمتو بالاصلاح ديالو خديتو شي ترخيص علمتو السلطات؟ السلطات قال اي سلطه سد الباب في هاد الحوار. بعد جات الجماعه هنا عطاتنا ترخيص بدون قانون الاصلاح. اه ديال الاصلاح. هذه كانت هي جرده، اصلحنا جرده. واخا وبالنسبه للجرده اللي هضرت لي عليها، هادي عرفتي تدخل معايا لولاك الطواليت. هادي الجرده. اش خويا؟ تعال سي لامين، تعال سي لامين. اول عامل كان في مدينه المحمديه دخل شم ريحه البول. شم ريحه البول. اييه شم ريحه البول العامل ديال مدينه المحمديه هذه سابقا واحد اربعه الاعوان ولا خمسه، وقال لهم هنا خاصها طواليت. نضنا حنا درنا مبادره كسائقين مهنيين، درنا طواليت، نقينا هذه الجرده، قاديناها وباقيين مقابلين دابا. واش المجلس ما عندوش خدام ديال هاد الجرده؟ واش العمل ما عندوش انعاش؟ وجاوبني هاد الطواليت حنا اللي صايبناها من المال الخاص. هاد الطواليت هادي انت حنا اللي صايبناها من المال، هاد الجرده حنا اللي مقابلين عليها وساهرين عليها. ودخل العامل من ديك الجهه وقال لي بكينا ريحه البول خاصها طواليت ما تنفداش. ولا عطواني يجوز بينا العطواني يطلقنا ياخذنا المتفضل. ما كاينش المجلس، لا مجلس لا مجلسه. هاد الجرده خاصها واحد ديال الانعاش يكون خدام من طرف البلديه ويتخلص ويقوم بهاد المهمه اللي كنقوموا بها. شوف رجلي، شوف رجلي مشرقه بهاد الطريق هادي. ضرب لي هاد السلك كنت كنسقي بالليل، كنت كنسقي. احنا اللي مقابلين وساهرين عليها. والناس كيجيو يتوضاو هنا اللهم يبولوا في الطواليت ولا يبولوا في وحشومة والمسؤولين والمدينة خرجتوا عليها وخربتوها وما كاين لا مجلس لا عطواني لا مفضل لا مجلسة. دابا غير هاد الناس اللي جاو عندك دابا ديال الجماعة اشنو قالوا لكم على الجردة هذيك اللي صيبجو؟ كاين مكان ديال المتشردين. اه اشنو طلبوا منكم دابا؟ قديناه قال لك خاصك ترخيص. وهي ديجا كانت عن الجردة علاش ترخيص؟ إذا أنتم ما خديتوش ترخيص. أنا ما بناها كضربة شكون الغيرة؟ ضربة شكون الغيرة؟ الله يرحم الوالدين. قتلونا هاد الناس، قتلونا هاد ال معقول والله هاد الكلام ديال السيد لا معقول بالله. هاكا انا رغم التصريحات اللي قاموا بها الاخوان كنتمنوا الاذن تكون صاغيه لادارات الجماعه واداره المجلس البلدي باش يلقاو حلول لهاد المشاكل هادي اللي كاينه. الله يجازيكم بخير، كنتمنوا نقاط على الحروف وتحطوا يعني الامور على طاوله الحوار وتلقاو حل لهاد المشاكل اللي كتعيشها هاد المدينه وابناء المدينه. وتحيه لكم من هذا المنبر والى اللقاء مره اخرى بحول الله.